باش نمشي ونبني مقر كبير قصر المؤتمرات لمدينة الميراج انت مكنا صراحة الله ما اجيت فرحان بزاف لهذه الدعوة، فهذه دعوة حققت لي أمنية أنا والجمهور، فهما كانوا تيتمناو أننا نديروا شي حاجة في مكناس، وحتى أنا كنت نتسنى لأن بزاف ديال الطلبات وبزاف النداءات في الإنترنت إيكو بنا نشوفوك في مكناس، فاليوم تحققت هذه الأمنية. أنا جاي على هذا الحساب، جاي فرحان وجاي هذه المجية الأولى، باقي ما تتكرر المجية إن شاء الله، ونجي بشي عرض ديالي علاش لا، ونجي نشوف جمهور مكناس. صراحة الله جمهور مكناس دابا راه الدبور شاد علينا، حنا غادي نقولوا الهضرة، جمهور مكناس جمهور رائع، هذا تيخليني أنني نجي ندير سبيكتاكل هنايا ديالي، وإن شاء الله تنتمنى أنه يكون هنا حظ ديال الهاشتاغ لاختيست ولا تخوب اللي عاد خرجت ان شاء الله انها تجي للمكناس. غادي نجي واخا ما غاديش ندير باذن الله، هذاك الشيء اللي غادي نقول لك الجديد ديال ايكو هو لا تخوب ان شاء الله اللي غادي غادي نديروا بها واحد الجوله في داخل وخارج المغرب، وهاشتاغ لاختيست غادي يكمل المسيره ديالو خارج المغرب، وباقي شي دات في داخل المغرب تما غادي نديروهم ان شاء الله. اولا انا جيت سعيد وفرحان انني كنت واجد هنا في مدينة مكناس وبين إخواني وأصدقائي طبعا، وكنحيي بالمناسبة كل الساكنة ديال مدينة مكناس وبالتالي جهة فاس مكناس حتى الناس ديال فاس، فطبعا هذه المدينة هذه كتستاهل بحال هذا المهرجان اللي الحمد لله مهرجان مكناس اللي أصبح كيتموقع ضمن الخريطة ديال المهرجانات اللي عندها واحد صيت وطني، وهو كيهتم بعدة مجالات ماشي فقط المجال الفني الطربي الموسيقي، فكذلك هناك في المجال الثقافي الجمعوي فن الطبخ ندوات على البيئة برامج الأطفال إلى غير ذلك، فهو كيتعتبر من المهرجانات يعني مهرجان شامل، وكنتمنوا أننا في هذه الدورة هذه نستافدوا أكثر ونتلاقوا في الدورة الرابعة إن شاء الله بحول الله، وتبارك الله عليكم، شكرا لكم جميعا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.